زوجتها الأختي بكربلة لابنها، والحمد لله والشكر الله ساترهم، ورجلها خوش إنسان، وعمها وأختي الله يحفظهم كلهم خوش، عندها حماها وياها بالبيت، حماها صغير كان كبر. فهسه حاليا هي عمر بنتي 21 سنة تقريبا، عندها 3 أطفال بنية وولد، ولد 2. حماها تحارش بيها، هي نايمة بغرفة خالتها تعبانة ونايمة، فحست واحد خلى إيده على جسمها فزت، كان يقول لها هاي بقاية، يقول أنا ما اقتنعت بقاية شنو تحط إيده على جسمي، سكتت ما حكت. مرت الثانية هم سواها، شافتها خالتها اللي هي أمه، فصاحت بي اللي طلبت من بنتي أن ما تقول لزوجها، لأن هو زوجها عسكري خطية 15 يوم يروح و 15 يوم يرجع، فتقول ماما إذا أقول له راح يطلع من البيت، راح يصير مشاكل، راح تتخارب الخوة، بعد ناس تكره ناس بسبب هذا التصرف الحشة السامع الأرعن مال حماها. فتقول أنا بهيك حالة شنو أسوي، أقول للرجلي أنا خاف يصير مشكلة وصير مذابح، عمي اللي هو أبو زوجها إذا درى الرجال كلش متدين صايم مصلي ما يقبل على غلط، يقول إذا أقول لي صلبة والله ينهي خلاص. من المساوئ العظيمة الكبيرة، واحد يقول لا هاي من ميزات الشعب العراقي أنه كلهم ببيت واحد، قلب واحد، وما أدري إيش واحد، هذا شعارات يسألوني وسألوا أصحاب الخبرة شو شكوا. هذا التراكم في البيت الواحد، يعني بيت 70 متر مولانا بخمس عوائل، 3 عوائل، 3 عوائل وشباب وزوجة أخوهم وزوجة الأخ، وما تلبس جوراب وربطة وحجاب، تطلع مثلا مولانا بدجداشة بعض الأحيان قاعدة ورجليها ما أدري طالعة وكذا، هاي كلها محركات. وزوجها مرايح عند دوام 15 يوم مسكين عسكري، هم هي تتحرك، هم هناك محركات، وهذه مشاكل. فهي خلي نصيحتي لها للزوجة، نصيحتي لها انه بابا انت تقولي لزوجك انه على حال شوي المكان هنا ضيق كذا وجهان زادوا، وخلي شوف انه مكان ثاني، وحاولي أن تطلعي. إذا هذا الولد وهو في ريعان مور شبابه وأن في بداية مراهقته، لا سمح الله لا سمح الله يصير شيء، بعدين الشيطان هم يغريكي وزوجك هم موجود وانت شاب عمرك 21 سنة، قد لا سمح الله أن يقع شيء لا على حال لا يمدح عقباه. فإما أنه انت قول يابا خلي شوف إنه مكان آخر، أبوه شايفة أو عمته شايفته ومتعارك وياه، فهذه مرة ومرتين وثلاثة، وهذا الشهوة وبنيهم مرتبة وكذا ولا حج وثوبها لهنا وإيدها طالعة وبيضة ورجليها مدري إيش، هاي كلها محركات، هاي كلها محركات. إما أنه طلعون البيت ولو شقة مشتمل كذا، ليش كذا؟ أقول على حال أحسن إنه مدري إيش، إذا ما تبين أنت تسببين مشكلة وكذا. وأما هاي إما الثانية التبهي إليه، تقول له حل ثاني يا سيدنا، حل ثاني أن تطلعين من غرفتك، لما تطلعين من غرفتك للمطبخ للكذا أي مكان، تطلعين بحجاب كامل، جواري وجبة وربطة وعباية، حتى يفهمون أنه فد مشكلة صارت. شنو هالمشكلة؟ لا أنا أريد أتحجب، هذا على حال صار كبير الولد، وانا على حال هاي صار كبير يعني الولد، يعني رسائل مبطنة صار كبير الولد وانا كذا، صار كبير الولد وانا مدري ايش، هذا راح يوصل رسالة الاخو انه انت متضايقة. هسه ليش متضايقة؟ متضايقة لان انا سألت خابرت سيد رشيد قال لي هالشي، قال لي تحجب ما يصير باب، تحجبي وردانات طوال وبني وجواري بسود، ايه هذه لما تصير هالشكل الآخرين راح يشوفوا أنت متضايقة، إما راح يحددوا أنت لا تطب إلا تقول يا الله أو كذا، وشنو الداعي تروحي تنامين من هنا وهناك، نامي بغرفتك وقفل الباب، نامي بغرفتك وقفل الباب. هذا هم أنبج، لأن أنا جتني رسائل كثيرة
أنه حتى تنامين بغرفتك يأتون الشياطين ويدخلون عليك، بعدين هم يقلبوها عليك، هاي المشكلة. يعني شنو أستاذ مرتضى؟ يعني يسوي الجريمة بعدين يقول هي تحارشت بي، مسكينة تعالي دافع عن نفسك. فأنت حتى يعني حال لا تقعين ضحية، وأنت مبينة مؤدبة رايحة قال لأمك، وهذا ممتاز. يعني بعض ما يقول أنا وعلى حال على أبو أنا ما أقول وما أقول وما أقول، هي تبقى هاي الحالة السرية، الشيطان يقول يلا ما دام حد يدري خلي نكمل المطلب.